احنا على كل حال طبعا ساعتنا انتهت، اخبار الصباح انتهت على الاقل بهذا الشق منها. الان الى صباح العربيه ومعنا ريم. صباح الخير يا ريم. صباح الخير حنين وراويه، وانا استمع لحديثكم على الجوائح الجديده. الله لا يجيبها. أمين. يكفي كذا، يعني نلقيها من فين ولا من فين؟ يعني احنا خلينا بالاخبار الجميله، خلينا في الاخبار الجميله وخلينا متفائلين. شو عندنا اليوم؟ عندنا اخبار جميله كثير وموضوعات مختلفه، ولكن اليوم ما لدينا من مصر أصدقاء منذ 60 سنة، والسؤال هو هل تحافظ على الصداقات القديمة أو أنك تبني صداقات جديدة، ولماذا؟ إيش رأيك يا راوية وحنين؟ والله أنا عندي نظرية في هذا الموضوع. في صداقات يعني كتير أسهل واحد يعمل صداقات وهو صغير مما لما يكون أنا، ولكن في صداقات تيجي بوقت معين بحياتك سواء كنت كبير أو صغير، صداقات إلى الأبد. هاي نوعية الصداقة نديمة كما يقول. نراكم بعد قليل. يلا تفضلي. خاطئة بشكل خطير إلى انفصال تايوان. إذا مشاهدينا وصلنا إلى ختام هذا الموجز، نبدأ الآن فقرات صباح العربية المتنوعة مع ريم. تفضلي يا ريم. شكرا راوية، يسعد صباحكم أعزائنا المشاهدين، وهلا وسهلا فيكم وحلقة متجددة من صباح العربية نبدأها بالعناوين. أمل آت من بريطانيا، اكتشاف ثوري لمحاربة الأورام، تجربة فعلية لأول لقاح ضد سرطان الجلد. بخمس خطوات تعلم استراتيجية التحكم في غضبك ومشاعرك الانفعالية. ولدينا أيضا في صباح العربية صداقات تجاوزت كل اختبارات الزمن. صباح العربية، يلتقي العم صبري والعم سيد صديقان لمدة 60 عاما، ونحن نسأل كيف تحافظ على صديقك؟ في تونس استدراج أطفال عبر الإنترنت يهز الرأي العام ويرفع المطالبات بتوعية الصغار. نلتقي المعلمة التونسية التي هزت بلادها بطريقتها الفريدة. ستكون معي تحذيرات من أرقام مرعبة عن ابتزاز الأطفال في الدارك ويب وفي زوايا المراسلين من السعودية، عطور مستخلصة من المانجو مع علي الشريف، ومن الأردن سهى جميل معها حبة سحرية للإقلاع عن التدخين. نبدأ بهذا الخبر الطبي المهم وبهذا الأمل، نحن أمام تطور علاجي قد يغير قواعد اللعبة في الحرب الكبيرة مع مرض السرطان. ولدينا أيضا أخبار الرياضة في التقرير التالي. إبحارها صوب وجهتها. نهاية هذا الموجز الإخباري مشاهدينا، الآن عودة إلى ريم ولفقرات صباح العربية. تفضلي يا ريم. شكرا حنين، وتشاهدونا بعد الفاصل. بخمس خطوات تعلم استراتيجية التحكم في غضبك ومشاعرك الانفعالية. الغضب مشكلة كبيرة، مشكلة في السيارة، مشكلة في البيت، مشكلة في العمل، ولا واحد ولا اثنين. أهلا بكم فقرة حديث السوشيال والتي نرصد فيها الأخبار الرائجة هذا الصباح. نبدأ من السعودية، فقد شهدت مدينة أبها في منطقة عسير. شكرا لوجودك معنا في هذا الصباح، ونتمنى أنك تستمتع في قيادة قمرتك الخاصة، وشكرا لوجودك معنا. راوية وريان أشكركم. شكرا لكم والأقرب. أكيد نلتقيكم غدا في حلقة جديدة وبعد الفاصل مع ما تبقى من أخبار الصباح.